ربما نتائج الانتخابات التشريعية العراقية المنتظرة خلال الساعات القادمة. سأتحول مرة أخرى إلى أحمد كيلاني، وهذه الرسالة عن أبرز النتائج، هل كانت مفاجئة؟ كيف ينتظرها العراقيون في هذا التوقيت؟ إليك أحمد. نعم ماجد، كنت أقول أنه في واقع الأمر هذه نتائج جزئية تماما. أولا نحن نتحدث عن نتائج في 10 محافظات عراقية مختلفة، لكن هذه النتائج جزئية، بمعنى أنها تتحدث عن المرشح ما في دائرة ما في أكثر طبعا من مكان في المحافظة، لكن حتى تكون هذه نتائج معبرة يجب أن توضع في سياقاتها فيما يتعلق بالتحالفات، الأحزاب، الكتل بالمعنى العريض، كل كتلة فازت بكم مقعد، وهذه الأرقام لن تكون متوفرة قبل الإعلان الرسمي من المفوضية عن النتائج الكاملة للانتخابات العراقية. لكن حتى الآن الصورة لا تبدو واضحة تماما إلا ربما في كل محافظة لوحدها، وحتى هذه المحافظات ليست مكتملة. لكن بشكل عام المؤشرات تقول أنه لن تنجح أي قوى أو أي حزب في الحصول على ما يكفي من المقاعد لتشكيل الحكومة بشكل منفرد. وفقا للدستور العراقي فإنه الحزب أو المجموعة الفائزة يجب أن تحصل على أكثر من 165 مقعدا برلمانيا حتى يمكنها أن تشكل الحكومة لوحدها. هذه النسبة تمثل 50% زائد واحد، وهو أمر يصعب على أي قوى سياسية في العراق في ظل الوضع الحالي أن تحققه. وبالتالي فنحن لا ننتظر فقط إعلان النتيجة بشكل كامل حتى نعرف الوزن النسبي لكل قوة، لكن أيضا نحتاج إلى بعد ذلك أن نعرف التحالفات كيف يمكن، وما هو التحالفات الممكنة التي ستعتمد بالأساس على عدد المقاعد التي فاز بها كل حزب. وهنا يجب أيضا أن نذكر بأن بغداد هي الثقل الانتخابي الأكبر، حيث تتمتع لوحدها ب69 مقعدا برلمانيا، نتائجها لم تعلن حتى الآن، وقد تكون هذه النتائج مهمة جدا في التقييم الأخير. بالطبع سيكون لدينا نقل يعني بشكل أوسع لهذه النتائج الرسمية، لكن دعني أذهب إلى هيوة عزيز أيضا من أربيل. هيوة، ماذا عن النتائج لديك يعني الأولية خصوصا للمرشحين هناك بين الحزبين الأكثر تنافسا في إقليم كردستان؟ ماجد، يعني يمكن للمشهد أو للصورة أن تكتمل بعد ساعتين ونصف تقريبا من الآن، حيث ستعلن النتائج بشكل كامل في الساعة 6 من مساء هذا اليوم بتوقيت بغداد بحسب ما أعلنته المفوضية. النتائج الأولية ل10 محافظات أعلنت طبعا من ضمنها 3 محافظات في إقليم كردستان، ترافقت مع العديد من المفاجآت حقيقة. لعل المتوقع الوحيد الذي جاء صحيحا هو فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكبر الأحزاب الحاكمة هنا في إقليم كردستان، والذي كان متوقعا فوزه، ولكن ما لم يتوقعه أحد هو أن يحصل على هكذا نسبة كبيرة من الأصوات. هناك 7 مقاعد إضافية أضافوا هذا الحزب إلى رصيده السابق 25 مقعدا في الانتخابات السابقة، الآن هناك 32 مقعدا فاز به لحد الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تراجع الاتحاد الوطني الكردستاني شريكه الثاني في الحكم برصيده في المقاعد البرلمانية في البرلمان العراقي إلى 15 مقعدا فقط. قفز حزب الجيل الجديد إلى الواجهة هذه المرة بضعف ما كان عليه في السابق، الآن حصل على 8 مقاعد. الآن تكتمل الصورة، ولكن المفاجأة الأكبر هو حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 9 مقاعد في محافظة نينوى لوحدها، وهذا طبعا رصيد كبير لم يسبق له الحصول عليه قبل الآن. وبالتالي فإن مجموع المقاعد التي يتوقع أن تحصل عليه الأحزاب الكردية يمكن أن تصل إلى 60 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان العراقي، وهذه طبعا مفاجأة كبيرة في هذه الانتخابات. بالطبع يعني سنترقب النتائج النهائية. مراسلنا من أربيل هيوة عزيز، وأيضا من بغداد أحمد كيلاني، شكرا جزيلا لكما. لكن